اتفضلي. مولانا، هل من البر طاعة الوالدين في اختيارهم لشريك الحياة سواء للبنت أو للولد؟ لا، شريك الحياة جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد البنت، دلع البنات، هي اللي تقول لأن هي اللي هتعيش. ولذلك ما جرى عليه بعض مفاهيم الآباء من أنهم يمتلكون هذا الجثمان اللي قدامهم ده، لأن طبعا أمك وأبوك شايفينك وانت بتاع صغيرة كده يعني قد الكف، وقاعدة تنمو وقلبهم معلق بيكي، ما بيحبوكي حب، فحاسين ان انت ملكهم، فبيحاولوا ان هم يعني يجيبولك احسن حاجة بس على ما في اذهانهم هم. لكن الشريعة حررت البنات من الحكاية دي وقالت لهم انتوا اللي تختاروا. ايه، اتفضل.